الرقية دائما للكبار والكبير هو الأهلي، ليس بالكلام فقط وإنما بالبطولات والإنجازات والجمهور والإدارات وكل حاجة. الأهلي فعلا هو الكبير، 4 أهداف مع الرأفة لفريق النادي الأهلي وضربة جزاء ضائعة وأهداف بالجملة، لكن مبروك نادي الأهلي ولاعبته وجماهيره ومجلس إدارته وكل من يستظل بظل وشعار النادي الأهلي الكبير. 1000 مليون مبروك نادي الأهلي، وأولى خطواته للأميرة الأفريقية إن شاء الله تتوج أو يتوج النادي الأهلي بهذه البطولة الغالية جدا على جماهيره. أرحب بضيوف الكرام مرة ثانية، الكباتن الكبار كباتن مصر والنادي الأهلي كابتن شريف. أهلا بيك كابتن. أهلا بيك كابتن، منور الدنيا. الله يخليك كابتن كشري. أهلا بيك كابتن حبيبي. كابتن منور الدنيا، مبروك. الله يخليك، مبروك. الشوط الأول الماتش الأولاني الأهلي حاجة جميلة يعني، الحمد لله يعني، إن شاء الله دايما نبقى متواجدين في انتصارات. يا رب يا رب. قول بقى براحتك. أقول إيه؟ أقول فوز مهم في بداية المشوار الأفريقي، 4 أهداف بيسهلوا مهمة المباراة اللي جاية. اكتساب لكل عناصر اللعبه والدخول في الشكل الافريقي. انا قلت 7، اكتر من 7 اهداف بس يعني النهارده كان احساس عندي كده يعني ان احنا نستطيع ان احنا نحرز 7 اهداف لو استغلينا باقي الفرص اللي كانت موجوده. انما الحمد لله شكل انتصارات متتاليه من الدوري لافريقيا ده بيدي ثقه كبيره قوي للجهاز الفني انه ماشي على خطه ثابته، وللعيبه نفسها بتثق في نفسها، واندماج عبد الله واحمد فتحي جوه الفريق دي حاجه كبيره برضو النهارده بمثابه عوده روح برضو. يعني ما فيش اي حاجه متاثرين بيها، اللعيبه كلها على مستوى واحد، الثنائيات موجوده، الانطلاقات موجوده، كل واحد ادى اللي عليه الحقيقه بشكل ممتاز. هارلك الوليد في ضربه الجزاء اللي هو ضيعها مع ان هو اللي جابها، يعني تحركات وانطلاقات واحترام، احترام للاجهزه الفنيه، احترام لنفس كل لاعب بتلعب. التيشيرت الاحمر، الجماهير اللي كانت موجوده النهارده قدموا لها وجبه خفيفه كده، انا بعتبرها بدايه تعارف تاني على البطوله الافريقيه او تركيز، بيقول احنا قادمون باذن الله على المجموعات، وان شاء الله لما نعدي من المجموعات هتبقى الانطلاقه الكبرى ان شاء الله اللي احنا نشوف ونقعد نفس القعده دي انا وانت وكشري وكل المجموعه باذن الله للفاينل باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. 4 اهداف نظيفه زي ما قلت لحضراتكم. افتتح الاهداف مروان محسن في الدقيقة 14، وليد أزارو في الدقيقة 21، ثم عبد الله السعيد في الدقيقة 65، وعبد الله السعيد أيضا من ضربة جزاء في الدقيقة 69. أنا متخوف لأن الحكم اللقاء كان فوق الممتاز، بتخوف أنا من الحكام اللي بيبقوا جايين لنا في الأول كده يدونا كل حقوقنا وفي الآخر ربنا يستر، لكن إحنا قلنا وأنذرنا وإنذار شديد اللاجة يا جماعة عايزين حقنا وبس. كابتن كشري برضو قول لي برضو إحساسك العام عن المباراة، وبشكل عام النادي الأهلي فرط في فوز كبير جدا، لكن كابتن حسام بدري ممكن يكون راضي عن النتيجه، لكن راضي على الاهداف الضائعه دي ولا لا؟ لا وطبعا هي نتيجه كويسه يعني 4، لكن احنا اضعنا كتير جدا النادي الاهلي، واحنا اتكلمنا في الشوط الاول ان في اكتر من 3-4 فرص سهلين جدا للنادي الاهلي، ويمكن قلت ان ازارو اضاع الشوط الاول 3 فرص، يمكن الشوط الثاني برده ما استغلش فيه فرصه جات له اللي حطها بطن رجله جنب العارضه، عبد الله السعيد من بره ال 18 او من على حدود ال 18 جابها جول. يعني هنا يعني استغلال الفرص اللي بتيجي للعيبه داخل ال 18 بتفرق، بتخلي المكسب مرتاح، بتخلي الفرقه تلعب باريحيه ما فيش مشكله. فالنهارده النادي الاهلي انا شايف ان هو لعب وكسب باقل مجهود بخبراته بالتمركز السليم للعيبه نص الملعب والاطراف، قدم مباراه جميله وفي نفس الوقت يعني ما هلكش نفسه النادي الاهلي بخبراته بلعبته. عبد الله السعيد النهارده كان فايق، عمل جيم كويس جدا، نزول وليد كمان، وليد يعني رغم انه ضيع ضربه جزاء لكن هو اللي فرق اول، عمل ضربتين جزاء. فطبعا وليد ليه دايما تاثير على فريق النادي الاهلي لما بينزل. لا مباراه كويسه، مباراه ايجابيه، بدايه موفقه جدا، فوز مريح للنادي الاهلي يخليه يروح هناك وهو مرتاح جدا. لا يعني المباراه مليانه ايجابيات، ويمكن اضاعه الفرص والحاجات دي يعني اعتقد ان دي يعني المباراه الجايه ان شاء الله تتحسن. يلا المعنى. يلا نروح لامير هشام مع المدير الفني لفريق منانا، اتفضل يا امير.
مبروك لكل جمهور الاهلي في كل مكان، فوز مريح ومطمئن للنادي الاهلي قبل مباراه العوده على فريق منانا الجابوني. طبعا نتيجه 4-0 نتيجه جيده جدا، ان شاء الله في مباراه العوده ايضا النادي الاهلي يقدر يفوز عشان يواصل انطلاقته القويه في هذه البطوله نحو تحقيقها ان شاء الله البطوله التاسعه على طبعا بعد فتره غياب منذ 5 سنوات. ان شاء الله النادي الاهلي قادر يفوز في هذه البطوله. كان معايا في هذه اللحظات المدير الفني طبعا لفريق منانا مستر كيفن. في البدايه بقول له هارد لك على الخساره النهارده في المباراه، لكن عايز اخد رايه في المباراه النهارده وتقييمه لاداء فريق وبالتحديد النهارده. طبعا هما كانوا من ناحية تكتيكية مش على الوضع الأصح، وطبعا الأهلي وضح للجميع قد إيه هو فريق كبير، فبالتالي طبعا كانت النتيجة خسارة. سريعا عشان أعرف إن هو عنده معاه الطيارة، سؤال أخير، هل شو هو شايف فرص فريقه إزاي في مباراة العودة إن هو يتخطى الأهلي؟ هل الفرص لسه موجودة؟ أمور أصبحت صعبة بالنسبة له. Alors pour le match de retour, est-ce qu'il y a une chance pour que pour l'équipe, votre équipe peut-être se qualifier pour l'autre étape ou non? Si on avait Messi dans notre équipe, oui, mais bon, là je pense que on va essayer de pouvoir sortir de la compétition honorablement, voilà, faire le match qu'il faut. Bah, je pense que les chances de qualification sont terminées. طبعا هو يعتقد ان الفرصه انتهت خلاص، وطبعا هو هيعملوا اللي عليهم، ولكن طبعا هو يعتقد ان الفرصه خلاص انتهت للتاهل. ميرسي بكم. ده كان لقائنا مع مستر كيفن المدير الفني لفريق منانا. واضح ان هم خلاص شايفين مدى قوه النادي الفوز في هذه المباراه بنتيجه 4-0، اكيد بدايه لائقه جدا بالنسبه للنادي الاهلي في هذه البطوله. دايما البدايات لازم تكون قويه ومهمه بالنسبه لاي فريق بيبقى عايز يفوز بهذه البطوله. ان شاء الله نتمنى من النادي الاهلي مواصله هذا المشوار، وان شاء الله يفوز في مباراه العوده ويكمل مسيرته في بطوله دوري ابطال افريقيا لاستعاده هذا اللقب الغالي بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. عوده لاستوديو. شكرا ليك يا امير، شكرا مدير الفني وهارد لك. يعني مباراه طبعا هو قال الاهلي فريق كبير، وفعلا الاهلي فريق كبير، ونتيجه كمان يعني الحمد لله طلعت 4-0 كانت تبقى نتيجه ثقيله جدا، لكن احنا كنا بنتكلم في الفرص الضايعه كابتن شريف، وكنا بنتكلم الكابتن حسام بدري ممكن يبقى راضي عن الفرص الضايعه دي، هيكلم اللعيبه ازاي ولا يعدي النهارده. وكابتن حسام بدري دايما بيخلص على طول، دايما بيطلع بعد المباراه يتكلم، يا جماعه لا كان المفروض نعمل كذا وكذا 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 وكذا. شايف ان هو يكون راضي على الاهداف دي، خصوصا ان هو كان متجنن على الخط. الحقيقه كلنا راضيين عن وصول الكره لغايه لحظه وصولها لازارو، يعني لا اروع ولا احلى من كده. 1-2-8 1-3 وكل الجمل اللي الناس كانت بتتمناها السنه اللي فاتت، يقول لك الاهلي بيكسب بس ما بيقنعش. دلوقتي الاهلي بيقنع وبيكسب، وجماعيه وفرديه وكل حاجه. وبقينا وصلنا 4-0، وكمان انا يعني 4-0 وانا زعلان وحزين معاك ان السبعه ما جوش. ف انا كان من حسام البدري سعيد ان انا بطمن على لعيبتي كلها، سعيد ان انا بطمن خاصه على عبد الله السعيد وهو لعيب كان مصاب او كان في ارتياحيه وبينزل وبيعود وبيسجل هدفين، منهم هدف انتوا علقتوا عليه ان ازارو جاله بس ما كانش نفس الزاويه. يعني هنا في فكر وتاني، هنا في فكر تاني. اعتقد ان ازارو يعني النهارده حاسس بسهوله اللقاء، مش واخد اللقاء بجديه الماتشات الكبيره او اللي بيبقى مطلوب منها ان هو يحرز فيها اهداف وفي زن عليه وفي راح، انما الهدف اللي جابه مروان محسن انا قلت لكم ايه واحنا قاعدين، زارو هيجيب جونين دلوقتي بينحرره بيخليه يتحرك. فاعتقد ان هو مازال يملك قوه هجوميه كبيره لانه يملك كمان لياقه بدنيه متواجده طوال 90 دقيقه، وعشان كده المدير الفني ما بيغيرهوش، بيخليه قاعد لانه محطه كبيره جدا. يجوز مروان محسن بيرجع تاني، وكويس ان انا اغير مروان محسن وهو جايب هدف المره اللي فاتت، وادي هدف النهارده، يعني في ثقه، يعني جاي في الطريق، يعني اسلوب تنوع في الملعب جميل قوي بصراحه. اسلوب تنوع في الملعب هيبقى ليه وجود، ويرجع تاني لثقته في نفسه. وكشري عارف وانت عارف انتوا لعبتوا في المكان ده، لما انا لعيب ببقى بعيد وارجع اكتسب ثقه ان انا بقدر اصوب واجيب اهداف، اذا كان خاصه في الفرق الكبيره. انا بعتبر الفرقه اللي لعبناها النهارده دي فرقه مش وحشه، دي فرقه بتعمل سبرنتات وبتعلم عندها ثقه وعندها لياقه، عندهم لعيبه كويسين، عندهم البعد في المراكز شويه، الفراغ اللي موجود في الملعب بيسمح لك انت انك انت تهاجمهم من اطراف، او من ما بياخدوش بالهم من الوان تو من الحاجات دي. برضو عندهم امكانيات، والفوارق اللي بين الاهلي وبين منانا كبير شويه اعتقد. وان شاء الله نعدي الماتش الجاي بنتيجه كويسه، برضو ما تكونش نتيجه وحشه،
عشان نقول الأفارقة كلهم احنا موجودين بقوة النادي الأهلي طبعا. أكيد يعني فريق منانا جماعة قلنا فريق متواضع دفاعيا لكن فريق شرس هجوميا ينقصه الخبرة الهجومية، عنده لعيب برقم 27 إمكا، أنا لو سيد عبد الحفيظ هطلع في ثانية أتعاقد مع هذا اللاعب، لعيب عنده من المهارات ما تكفيه إنه يلعب في الدوريات الأوروبية، لعيب هايل جدا، لعيب كان عامل لنا قلق مع إن بيلعب ليه أحمد فتحي يعني بلغه الكره من ارخم المدافعين ممكن تشوفهم في حياتك، لكن عدى مره واثنين وراح وعمل خطوره ولعيب مقلق جدا. ايه رايك كابتن كشري في القوه الهجوميه بتاعه الفريق ينقصوا الخبرات فعلا لكن الحالات الدفاعيه بتاعته ضعيفه جدا؟ والله الكلام ده يمكن انا قلته معاك في البدايه، قلت لك الفرق الافريقيه معظم الفرق الافريقيه حتى الفرق الكبيره بتبقى مشكلتها رقم واحد النواحي الدفاعيه وحارس المرمى، واحنا النهارده شفنا ان الفرقه دي مشكلتها الديفنس بتاعها، بدليل ان فرقه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وصلوا للمرمى كتير جدا كتير كتير، ده بسبب الخلل وبسبب عدم التمركز الصحيح عدم الترحيل عندهم مشاكل، فالنادي الاهلي استغل دي يمكن استغل 60% او 50% من الفرص اللي اتاحت ليه النهارده النادي الاهلي، فقدر ان هو يجيب 4 اهداف، لكن الفريق ده على المستوى الفردي عنده بعض اللاعبين كويسين، عنده نص ملعب كويس، لعيبه كفرديين لعيبه كويسين، لكن جماعيه او خبرات ما عندهمش الجماعيه او ما بيقدروش يوصلوا كلهم مع بعض، لكن عندهم اللاعب اللي هو لويس إيميكا لعيب كويس جدا رقم 27 عنده 21 سنه ولعيب كويس جدا، عنده سرعات مهاري ده اللي برز، يا ريت الكابتن ده اللي برز يعني ده اللي برز بصراحه في فرقه منانا يعني الافضل، ولكن هو كفريق فريق كويس، فريق عنده لاعبين كويسين زي ما قلت، لكن صغيرين عندهم سرعه عندهم لكن في فوارق كبيره، النادي الاهلي كبير قوي خبرات، لعيبه النادي الاهلي باقل مجهود بتعرف توصل للمرمى بالزبط. فطبعا هنا خبره لعيبه النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي الهجوميه اللي تتمثل في مروان محسن ووليد ازار واجايه وعبد الله وبيجي من خلفهم السوليه، طبعا فرقه الاهلي تتفوق بكتير على فريق منانا، لكن احنا زي كنا بنتكلم بنقول ازارو انا مقتنع جدا جدا بامكانيات ازارو اللي عنده امكانيات غير طبيعيه، هو افضل مهاجم في الدوري المصري، انت حضرتك كنت مهاجم يعني ما شاء الله عليك وهداف، تواجد المهاجم يا كابتن احمد كشري في الحته اللي ممكن يجيب منها اهداف دي ما بتجيش بالصدفه بالظبط، هو بيخلق نفسه وهو بيتحرك كويس جدا، هو عنده ميزه بيتحرك كويس قوي بيخلق لنفسه فرص، يعني عارف اللي هو ايه احنا وانا عن نفسي متضايق ان انت سهله حاسسك تجيب 3-4 جوان سهله وكمان لجوان سهله هتصيد نفسك وهتعمل بالزبط. نفسك اسم كبير وهتضيف ممكن يبقى هداف بالظبط، فالنهارده في فرص يعني يمكن شبيت الكوره بتاعت عبد الله وبتاعته لان هو كان جاي له في 6 يارده هي بتاعت مهاجم، احنا لعبنا مهاجمين افتح بطن رجلي في الزاويه البعيده خاصه عبد الله عماله حطها في الناحيه الثانيه، احنا نتمنى ان ازارو يبقى هداف البطوله الافريقيه زي ما هو هداف الدوري المصري وعنده الامكانيات والقدرات دي وسنه صغير، والنهارده من ايجابيات المباراه عوده مروان محسن وباحرازه هدف، فانت النهارده عملت خلقت فرصه تنافسيه كبيره بين 2 مهاجمين سترايكر رقم 9 عندك. تمام نروح نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ مع محمد سعيد هيقول ايه بعد هذه المباراه ونرجع لحضراتكم على طول، اتفضل يا محمد. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، الأهلي حقق نتيجة كبيرة وعريضة بالفوز على منانا الجابوني ب4 أهداف مقابل لا شيء شوط أول، لكن لسه في شوط تاني، هنعرف تعليق كابتن سعد الحفيظ مدير الكرة على النتيجة والأداء وهذا المشهد اللي ظهر بيه النهاردة الأهلي في لقاء الذهاب، كابتن سيد أعرف تعليق حضرتك على النتيجة والأداء و4-0 فيها طمأنينة ولا برضو لسه مباراة العودة ممكن يكون في كلام فالأهلي يستعد بشكل أفضل كمان؟ الحمد لله طبعا الحمد لله على المكسب، المباراه الى حد كبير الحمد لله كويسه، كنت اتمنى ان يبقى في زياده من الاهداف اكثر، لكن هي ده يعني الكوره ما فيهاش حاجه مضمونه ابدا، فاحنا النهارده الحمد لله رب العالمين الى حد كبير الامور مقبوله ومعقوله، لكن هنخوض برضو المباراه الثانيه وانت اكنك بتخوضها اكنها المباراه الاولى عايز تحقق فيها نتيجه كويسه يعني. النهارده خلاص اتقفلت الصفحه، عندنا مباراه ثانيه مع امبي يوم الاحد ان شاء الرحمن قبل خطوه منانا الجابوني يوم 17 باذن الله، هم بعتوا لنا النهارده رسمي خلاص الميعاد هيبقى بتوقيت القاهره 4:30 3:30 في الجابون 4:30 عندنا، فيا رب ان شاء الله نكون موفقين، لكن قبل خطوه منانا الجابوني عندنا خطوه امبي باذن الله. طيب الخطاب اللي جالكم من الاتحاد الجابوني بخصوص موعد المباراه والمكان اقامتها هتتلعب في الملعب اللي شهد افتتاح كاس الامم الافريقيه والنهائي في العاصمه ليبروفيل ولا في ملعب تاني؟ لا هو الملعب اسمه الصداقه، هل هو ده ولا لا فمش عارف بالظبط، لكن هو نفس المباراه
او الاستاد اللي خاض فيه منانا الجابوني مباراته مع بطل بوركينا فاسو، هو استاد كبير مش صغير يعني، فخلينا على حسب الجوابات الرسميه نشتغل عليه ايا كان الوضع وايا كان الملعب وايا كانت التوقيت. احنا رايحين اللقاء ومحددين هدف، يا رب ان شاء الرحمن نكون موفقين فيه ونرجع باذن الله يعني باللي احنا عايزينه باذن الله. تصريحات قبل المباراه حذرتوا من قوه وصعوبه هذه المباراه، هل فوجئتوا باداء فريق منانا؟ هل منانا صدم بشكل استاد القاهره بحضور الجمهور، ولا شفتوا اداء الفريق المنافس ازاي كمان في هذه المباراه؟ ان اربعه في دور ال 32 نتيجه ايجابيه جدا كمان بالنسبه للاهلي. خلينا نقول دايما انت بتشتغل على الفرقه اللي هتقابلها ايا كان الدور وايا كان التوقيت، لكن في النهايه انت بيبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو العنصر الاساسي والرئيسي يعني. اللعيبه الحمد لله الى حد كبير بتفصل ما بين المباراه والثانيه او ما بين البطوله والاخرى يعني، وعارفين كويس قوي ان مباراه الذهاب والاياب بتبقى عكس واصعب من مباراه تجميع النقاط ممكن يعني تكسب ده الهدف الاساسي، بتاخد ثلاث نقاط وبعد كده يعني بتحاول تجمع النقاط، عكس المباراه اللي فيها ذهاب واياب بتبقى محتاج ان انت تجيب عدد من الاهداف تريحك يعني. لكن يعني لحد دلوقتي برضه النتيجه الحمد لله كويسه، لكن هي مش اللي تخليك تبقى مستريح على اخر نفس يعني. فخلينا نتكلم بالواقع يعني، خلينا نتكلم بكل شيء ايجابي يعني. عدينا المباراه والشوط الاول زي ما انت ذكرت في بدايه مقدمتك، لكن عندنا مباراه ام بي وبعد كده هنروح للجابون بنفس الاصرار ونفس التركيز ونفس الجديه، ولا نامل مكر الكوره يعني او مكر المباراه اللي زي كده بشكل عام يعني. في تسديد ركلات الجزاء حصل النهارده تعديل في مين اللي بيسدد في الاولويه، بنعرفها منك كابتن سيد لان يمكن وليد دخل وبعد كده عبد الله كتلدها بجزاته. يعني عنصر فني بحت يعني، لكن خلينا نقول فيه وليد ما شاء الله بيشوط بشكل كويس، ما كانش موفق في اللي شاطها مش مشكله يعني الحمد لله. شكرا كابتن سيد. اذا ده كان لقاءنا مع الكابتن سعد الحفيظ وتحدث عن ايجابيه هذه المباراه والفوز بربعيه، لكن بالتاكيد هناك شوط ثاني هناك في الجابون بعد 10 ايام. نتمنى التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي وتخطي هذه المرحله والاستعداد لدور المجموعات باذن الله خلال الفتره القادمه. عوده من جديد الى استديوهاتنا. يلا شكرا لمحمد سعيد، شكرا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. زي ما قلنا قبل هذا اللقاء الكابتن حسام بدري كان هيتجنن على الخط، الكابتن حسام بدري او مدير فني عموما بيتدخل كلاميا ممكن يتدخل فعليا. الكابتن حسام بدري زي ما قال ضيوف الكرام الكابتن شريف والكابتن كشري قال ان هو يتدخل فعليا في شوط ثاني، وكان اول تغييراته هو وليد سليمان زي ما انت قلت يا كابتن شريف، قلت الماتش ده عايز وليد سليمان. هو شكل المنافس كان عنده مساحات مفتوحه قوي، وليد بينجح في حكايه لما يكون الملعب مش مقفول او الملعب مقفول الحقيقه بيبقى عنده انطلاقات وعنده رؤيه وعنده تفاهم وبيقدر يعمل اختراقات من يمين وشمال. انت فاكر البينالتي اللي جابه الاولاني اللي هو ضيعه كان قبلها بثانيه كان ناحيه اليمين، ضربه الجزاء دي جت من ناحيه الشمال، فهو نادر شايف الملعب من بره بقى فريش عادي يعني. الانجح من كده طبعا رؤيه المدير الفني النهارده ان هو بيلعب ب 4 4 2 يعمل بيعمل روتيشن في الملعب بالامكانيات اللي موجوده عنده. اذا بقت كل اللعيبه اللي عنده تتيح له فرصه ان هو ياخد من المباراه على حساب اي فرقه منافسه شايف ايه قوه الضعف وهو الايجابيات اللي عندهم فيقدر يشكل التشكيل اللي هو يقدر يلعب بيها. نجح في 4 4 2 في بدايه المباراه. اللعيبه ساعدته في الاداء واللعيبه بتساعده دايما في التحرر يعني ما بتحسسنيش ابدا ان انا بلعب 4 2 3 1 ولا 4 4 2 بحس دايما انا بلعب 3 4 3 مع النادي الاهلي، دي اللي انا بحسها من تحركات اللعيبه لان الاطراف بتوعك بيزيدوا دايما وعندهم النزعه دي. ف يعني بقول له مبروك ومبروك الثقه اللي انت اكتسبتها النهارده وعقبال ان شاء الله الماتشات اللي جايه ونخلص موضوع الدوري بقى ونتفرغ تماما لموضوع افريقيا. تمام كابتن كشري برضو خلينا في التبديلات، كابتن حسام البدري نزل وليد سليمان خرج مروان محسن بعد الهدف اللي احرزه مروان، هدف اكيد هيعطيه الثقه واكيد كمان علشان منتخب مصر اكيد هيكتور كوبر مستني مروان محسن بفارغ الصبر ان هو يرجع يجيب اهداف عشان يضمه تاني للمنتخب، فاكيد يعني هدف ليه دوافع كتير جدا بالنسبه لمروان. التبديل الثاني كان بنزول هشام محمد وخروج حسام عاشور، تفتكر التغيير ده كان هدفه ايه؟ والله الكابتن حسام حافظ على الشكل اللي بدا بيه من بدايه المباراه، ويمكن انا هكمل تكمله لكلام الكابتن شريف لانه فعلا قال حاجه كويسه جدا ان الكابتن حسام البدري بدا يغير طريقه اللعب بتاعته على حسب الفرق اللي بيلعبها وحسب اللعيبه اللي عنده. النهارده اول مره النادي الاهلي بيلعب ب 4 4 2 صريحه واحنا شفناها في الملعب ونجح فيها وقدر ان هو يستغل وجود مروان محسن مع ازارو الاثنين النهارده. مروان اللي كان بينزل هو كان كثير التحركات بالظبط يعني كانوا بيبدلوا بس كان مروان هو اللي بينزل، احنا كنا متوقعين مروان هو اللي هيبقى يعني في لغه الكوره عندنا رقم 9 اللي هو الاستراكه الصريح، لا كان بيبدل وبينزل، فدي حاجه كويسه. انت النهارده
بتدي تخلق تنافس بين اثنين مهاجمين مروان محسن وازارو، وفي صلاح دخلت محسن بره كمان، وفي صلاح محسن في نفس الوقت. انت النهارده مروان محسن انه النهارده يسجل للنادي الاهلي دي حاجه ايجابيه جدا للنادي الاهلي والمنتخب مصر بالزبط. اللي فيه مشكله كبيره جدا في مصر على الراس حربه، ما فيش راس حربه في مصر بالزبط. النهارده عوده مروان محسن دي يستفاد منها المنتخب المصري الرقم واحد. فوجود النهارده او الطريقه اللي لعب بيها النهارده الكابتن حسام البدري ده دليل على انه عارف قدرات الفرقه اللي قدامه رقم واحد، عارف الفرقه دي حافظها ودرسها كويس. عشان انا مش ما اقدرش كمدرب او وجهه نظر هو ما يقدرش يغير اسلوب لعب بيلعب بيه طول الموسم ويغير الا ما يكون قاري الفرقه اللي قدامه كويس، عارف اخطائها. وفعلا ده ظهر في المباراه في الشوط الاول تحديدا بالزبط. كمان الشوط الثاني بدا ينزل وليد سليمان ورجع طريقته المعتاده 4-2-3 صراحه، ووليد ازارو كمهاجم صريح بالظبط. ليه؟ لان انت في الملعب لما عايز تلعب مروان ووليد ازارو خلاص تبقى انت لازم تلعب باثنين سترايكر 4-4-2 او 4-2 او 4-3-2-1. لكن لما تيجي عايز تنزل وليد وهيبقى عندك اطراف، فخلاص انت طلعت مهاجم اللي هو مروان محسن، هترجع للطريقه بتاعتك القديمه تخترق من الجناب. الهدف منها ايه كان يا كابتن كشري النهارده؟ الهدف من ان هو رجوع للطريقه بتاعته تاني. طبعا التغيير، يعني النهارده انت عايز تلعب وليد سليمان، انك تنزل وليد سليمان، ان انت تشتغل من على الاطراف خلاص. انت بنسبه كبيره انت حسمت اللقاء، عايز تدي وليد لان وليد عنده سرعات يقدر يوصل مره للمرمى، فهيبدا يجي من الجناب. تمام. وليد نزل فرق، وليد سليمان نزل عمل لك ضربتين جزاء يعني. فاذا هو فرق تغيير، فرق مع النادي الاهلي بالزبط. وغيرت الشكل في نفس الوقت. انت شفت الفرقه اللي قدامك عندها بطء في 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 الاطراف بتاعتها، فبدات تتحرك من الجنبين وتخترق من الجنبين. في الشوط الاول كنت بتخترق من العمق ووصلت وقدرت ان انت تحرز هدفين. الشوط الثاني نوعت، بدات تخترق من الجناب، خاصه ان انت ما حسيتش او ما شعرتش ان هم عندهم باكين طرف اقوياء بيزيدوا او بيعملوا خطوره عليك. فطبعا دي بتدي مرونه للكابتن حسام البدري في الفتره الجايه ان هو يقدر يلعب باكتر من طريقه مختلفه. اقدر العب 4-4-2، اقدر العب 4-2-3-1 اشكل. فده انا شايف النهارده من ايجابيات المباراه وتحسب للكابتن حسام البدري، واقول له حاجه كويسه فعلا ان عندنا مجموعه لعيبه تتماشى معاها جميع الطرق الحديثه والطرق اللي هي توصلك للمرمى الخصم. بالظبط بالظبط. زي ما قال الكابتن كشري، كان هدف الكابتن حسام البدري من وجهه نظر الكابتن احمد كشري ان هو يملى الاطراف، في حاله دفاعيه في اطراف فريق منانا ضعيفه جدا وارتدادهم كمان بطيء جدا. عشان كده وليد سليمان نزل وجاب ضربتين جزاء من السرعه بتاعته. وممكن كمان عشان 4-2-3-1، ده السؤال بتاع الكابتن شريف، 4-2-3-1 بتملى بيها نص الملعب دفاعيا اكتر في الحاله الدفاعيه. هي 4-2-3-1 دي هتعمل لك العمق الدفاعي اللي انت عايزه في ماتش هناك. انت هناك هتلعب ازاي؟ هتتقلص بقى من حكايه 4-4-2 دي. الفريق ده يبقى عنده شراسه هجوميه اكتر. اي فرقه على ارضها بيبقى عندها شراسه ووجود قدام جماهيرها، وخصوصا ان هم هيلعبوك في ملعب صغير 7000 متفرج هيملى الدنيا كلها، خسرانين 4 لا هيبكوا على ايه؟ هيدوا كل ما عندهم. واعتقد ان الحكم هيبقى شويه برضو بيواكب كل الزئير وبيواكب كل الوجود اللي هو موجود هناك. فانت بتمتص كل ده بايه؟ بالكره السهله اللي انت بتلعبها الجماعيه دلوقتي. لكن انت بترهقه، بتفسد له كل احلامه في اي هجمه تبقى عنده. الاطراف عندك بهم مفاتيح الدفاع الاول عندك هناك، لانك انت زي ما شفت ايميكا اللي انتوا بتتكلموا عنه ده لعيب بيمشي من ناحيه الشمال على طول عايز يوصل من ناحيه ثانيه، وساعات بيرد من جوه وعايز. النهارده انت ما سبتلوش ثغره ان هو يدخل لجوه ويصوب ويعمل اي تهديد للمرمى. هناك هتلاقي الحاجات دي كلها. هناك الملعب انت مش هيبقى على مزاجك. احنا شفنا البطوله الافريقيه كلها هناك عورت ناس كتير، والارض هناك مش هتسمح لك وتقيله، وما تبقاش باسلوب لعبك انت. يمكن هتضطر انت تلعب زي الكره الانجليزيه كده، هتبتدي تعمل الكوره الطويله، لانك انت عايز المساحات اللي بتدور فيها بقى على وليد سليمان وسرعه ازارو. مروان محسن مش هيبقى له وجود قوي هناك في الماتش اللي هناك. انت هتلاقي حالات خاصه ولاعيبه معينه هي اللي موجوده هتختارها حسب الروتيشن اللي هو بيشوفه حسام البدري. فاحنا كل مباراه ليها رجالها، انما اللي موجودين كلهم زي بعض. انما انا النهارده بحط هنا السرعات اللي قال عليها كشري، ان انا عايز امد اشد الفرقه ازاي. فاكر زمان احنا كانت عندنا الونجات سريعه جدا زي مصطفى عبد، كان بيشد الفرقه، كان ما بيخليش الكوره دايما عندنا احنا في نص ملعبنا الناحيه الثانيه. فده المفهوم اللي هو كان عايزه حسام بدري النهارده بالتغييرات، ان هو دايما يلعب عند نص ملعب الخصم. تمام. ما يبقاش الخصم زي ما بيلعب كده النهارده هددنا في 3-4 كوره وراح مرتين. يمكن لما احرز هدف هنا وانت كنت 3-0 بس ممكن يحرجك. فانت النهارده تخلصت من الحكايه دي باللعيبه اللي بتقدر تشدك لقدام، تقدر تبحث ليك على فرصه، ان الناس اللي قدامك الناحيه الثانيه طبعا بيهاجموا بكل قوتهم، يعمل يقدر يعمل ثغره، وكانت ضربتين جزاء احرز منها هدف واحد.
تمام. يعني بالرغم من قله الشراسه الهجوميه للفريق مونانا، لكن الشناوي بصراحه كان وحش وكان بطل، تعامل مع الكرات القليله اللي جات له بثبات. تحس انت مطمن كمان. سؤالي للكابتن احمد كشري، هل الشناوي ممكن يبقى الحارس الاساسي لمنتخب مصر في روسيا بالرغم من او مش بالرغم، في ظل حاله عصام الحضري اللي ظاهر بيها في الماتشات الاخيره في السعوديه؟ والله انا كنت قبل ما تسالني انا كنت اقول لك الشناوي، اديني قلت يعني انت عشان فيروت زي تورد افكار يعني ده خلي بالك ده احنا قاعد معانا معلم. لا طبعا يعني طبعا كابتن شريف ده طبعا الهدف الكبير كابتن شريف طبعا حقيقه يعني احنا بدون مجاملات بدون مجاملات احنا لما يوصل الامور لمنتخب مصر اللي هيمثلنا في كاس العالم لازم نكون واقعيين مع نفسنا. مش مجاملات. في 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 اللعيبه اللي هتبقى موجوده لا هننتمي لنادينا ونقول احنا عايزين لعيبتنا، ولا هنقول هنزكي لعيب على منتخب مصر، ولكن في الفتره الحاليه في استقرار في حراس معينين في مصر، وواضح جدا مستواهم. يعني الشناوي من الفتره الاخيره من افضل الحراس اللي ما عندوش يكفي. اولا عنده ثبات جدا في المستوى بتاعه، الكره العرضيه كلها بتاعته، كل قراراته مظبوطه، عنده شخصيه، عنده هدوء. ان شاء الله. لو تسمحوا لي اخش معاكم. اتفضل يا كابتن. اه طبعا عندنا كافاني والراجل سواريز. اه سواريز اه نوعيه الفرقه اللي احنا هنقابلها اعتقد احنا محتاجين جودين ده كمان. احنا محتاجين حارس مرمى زي الشناوي. ايوه المباراه دي بالذات ياخد بقى اي حد تاني. مباراه روسيا مباراه السعوديه ليها ناسها برضو، انما الراجل ده اعتقد انه هيكون نص الفرقه باذن الله في المباراه دي لنوعيه الفرقه بس اللي احنا هنلعبها. لو كنت هلعب السعوديه كنت اقول لك عادي جدا ان حضري موجود اوديها وقدود، انما نوعيه الفرقه اللي انا هلعبها اللي هناك دي محتاجين حد في البنيان بتاع. اتفق معاك. عنده سرعات الشناوي يطلع يقابل يقدر يعني ياخد منطقه الجزاء كلها. بيطمني على الاقل. انا مع الكابتن شريف مليون مية في الكلام اللي بيقوله ده. مباراه اوروجواي انت بتتكلم في اطوال ولاعيبه بتلعب كوره ثابته كويس جدا، كافاني وجودين بتاع اتلتيكو مدريد وسواريز، عايز جون يكون بياخد العرضيات يريحك كويس قوي. بيلعب والشناوي بيلعب دور المسك كمان يا كابتن كوشي. وبعدين هو عنده ميزه كويسه فعلا، انت الكوره لما بترجع له انت ما بتخافش ما تقلقش، بيطلع الكوره من رجله سليمه. عنده هدوء في التعامل مع الكوره. فالنهارده الشناوي الامانه مش عشان احنا النادي الاهلي ولا، دي حقيقه اجمل يعني. ما الكشري هدوء في التعامل مع الكوره ومديك ثقه كابتن شريف. انا النهارده اما ابقى مدرب قاعد بره وعارف ان الجون بتاعي مش قلقني الكوره بترجع له، ده بيدي ثقه لخط الظهر اللعيبه كلها. فالشناوي من افضل الحراس الحاليه الموجوده حاليا على مستوى مصر الامانه، هو وعواد كمان عشان برده ما نكونش ظالمين، عواد برده بتاع الاسماعيلي. ويعني هم اكتر اتنين عندهم استقرار في الفتره الاخيره حقيقه. اتفق معاك تماما. كمان الشناوي يا جماعه، محمد الشناوي لسه كمان ما ظهرش بالشناوي اللي انا عاشرته في بتروجيت. كان حاجه كنا بنلعب فعلا، الشناوي كان نص الفريق. اتمنى ان هو ياخد فرصته كامله ان شاء الله. كابتن احمد ناجي ما بيعرفش يهزر وما بيعرفش يجامل، بتلعب باسم منتخب مصر كمان في روسيا كمان، يعني ان شاء الله اعتقد ان هو حقه يا كابتن شريف زي ما حضرتك قلت. انا هقول لك على حاجه، عايزين نبعد عن قصه لعب كام ماتش دولي، يعني احتكاكاته الدوليه ايه؟ ما دي لغه برضو هتلاقيها هتقابلها في ناس كتير تفضل تقول لك انا عايز واحد تحت ضغط دولي، تحت مباراه مش تحت ضغط محلي. ما هي بطوله افريقيا دي ضغط دولي طبعا. اي شكل ضغط دولي. الولد سنه وجسمه يعني جسمه بيسمح له تحت الثلاث خشبات خدت بالك ان هو يعمل اي حاجه. النهارده ما بيتفرجش على الكوره قبل ما بتطلع من رجل اي فيرويد عشان يعمل عرضيه، ببص ليه في خط السته بليه بيتعامل معاه وهو عنده من الطول والكفايه انه يقدر يطلع على كافاني ويقدر يطلع على سواريز ويقدر يطلع على اي حد ويقدر يطمني انا واحمد حجازي وما يواكب علي مثلا جبر هيكون معاه او مين او 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 هيشيلوا الليله كلها على طول، حرام يعني. كابتن شريف كابتن ميدو معلش برضه يعني الشناوي بيلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي يعني بيلعب في اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط، يعني معنى كده ان هو عنده من الخبرات ما تاهله ان هو يقف لمنتخب مصر اقوى المباريات على مستوى العالم. بالظبط. النهارده منتخب مصر قوامه من اجيال الكابتن شريف ومن قبله بتبقى من النادي الاهلي. بالظبط. انت النهارده عشان تقول اللي عنده خبرات دوليه او مش خبرات دوليه، خبرات دوليه المباريات الافريقيه اللي بيلعبها دي، البطولات اللي بيحصل عليها. فالنهارده لعيب النادي الاهلي بيختلف كليا عن اي لاعب في مصر. مش عايزين نندم يعني، مش عايزين نندم يا ميدو، دي حقيقه تماما. لعيب النادي الاهلي بيختلف. انا اتعمدت ان انا اسير نقطه الشناوي عشان كل واحد بقلمه بلسانه حتى بتلميحاته يتقي ربنا في ان انت تدي لكل واحد حقه.
بس لعيب ياخد حقه ولعيب طالما هو كويس يفضل مكمل ليه لا او يفضل يلعب منتخب مصر كمان يبقى الحارس الاول لمصر طالما هو كويس واثبت للجميع ان هو كويس. كيفن مدرب او المدير الفني لمونانا كابتن شريف قال لك احنا خلاص شكرا. هو جاي يتصور معانا. هو متصورش ما اعرفش مين بقى يتصور معانا. جاي فرحان انه هيلعب مع في استاد القاهره. وعارف امكانيات النادي الاهلي كويسه يا كابتن شريف. انا قلت فرقه كويسه ان ما عندهاش حاجه تبكي عليها. بيلعبوا كره حره مفتوحه بس هم يملكوا السرعات الحقيقه. يعني عندهم ثقه وحاولوا انما انت ليه عايز تقفز في حق النادي الاهلي؟ النادي الاهلي افسد، النادي الاهلي اجاد. النادي الاهلي النهارده موجود في الملعب وعنده رؤيه، النادي الاهلي بيكمل مسيره اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي بقى لنا كام ماتش ده الماتش ال 12 من ساعه ماتش طلائع الجيش انا فاكر كويس قوي، احنا بنلعب زي برشلونه. احنا بنلاقي بعض، احنا شايفين بعض ما شاء الله. ربنا يبعد عننا الاصابات بس وهتلاقي قد كده 10 مرات كمان. نورتني وشرفتنا يا كابتن. ميرسي جدا ان انا معاك ومع نجمك الجميل احمد كشري. وان شاء الله لازم نجيب 7 بعد كده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كانت هتبقى لطيفه لو جينا النهارده. نورت يا كابتن. ميرسي يا فندم شكرا تحياتي. كابتن كشري نورتني وشرفتني. حبيبي يا كابتن ميرسي. حلو سعيد. كنت عايز عايزين نحيي اخواتنا كابتن ربيع. لسه رايح لهم. كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن محمد يوسف. انا رايح لهم. كابتن محمد فاروق وكل القائمين طبعا على القناه واخواتنا اللي النهارده وقفوا جنبنا في كل المجال. انا بشكركم دايما احنا كده في البانوراميك مع بعض والف مبروك. شكرا كابتن. اشكرك جدا واشكر طبعا هدافنا الكبير الكابتن شريف عبد المنعم اللي انا كنت معاه النهارده ومعاك. فانا سعيد ان انا في قناتي قناه النادي الاهلي الحمد طبعًا. لله يعني يوم جميل والنادي الاهلي يكمل فرحتنا ومبروك للنادي الاهلي ولجهازه الجميل. يا رب يا رب. الف مليون مبروك للمره المليون لكل القائمين على هذا الكيان الكبير من لاعبين ومديرين فنيين وجماهير ومجالس اداره. الف مبروك لمجلس اداره كابتن الاسطوره محمود الخطيب، كابتن حسام بدري، كل اللعيبه، كل الجماهير الاهلاويه الوفيه اللي بتدعي دايما من القلب. نطلع فاصل ونرجع على محمد فاروق والاستوديو التحليلي، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن محمد يوسف، مع الف سلامه.